بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظهر الفلاحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما الرجاء منكم اشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، الضغط على جيم وترك التعليق. إذا اليوم سوف نجهز أقلام الغرس، الأقلام التي نقوم بغرسها أو عقل العنب. إذا كيف نقوم بتجهيزها؟ نأتي بمثلا هذا القلم. إذا كم نترك من العين؟ 1 2 3 4 عيون، ويمكننا أن نترك 3. إذا أنا أترك 4 عيون. إذا هكذا 2 تكون في التراب و2 خارج التراب. ثم في بداية النمو نجد العين أو الغصن القوي نتركه، والضعيف نقوم بقصه. بهذه الطريقة نطرب دائما، نحسب 4 عيون قصاً. نبدأ القص من العين الأولى هكذا، عين 2 3 4. إذن ونختار الأقلام التي تكون سميكة. إذا مثلا واحد 2 3 4 نقص هذا الجزء لا نحتاجه، 1 2 3 4. واحد 2 3 4 هذا الجزء الضعيف نحتاجه. ودائما نختار الأقلام التي تكون العيون فيها متقاربة أحسن. 1 2 3 4. 1 2 3. إذا نقوم بوضع حزمة هكذا، نقوم بعملية الربط. إذا هذه الأقلام إن شاء الله سوف نقوم بزراعتها أو غرسها في أكياس بلاستيكية أو في أصيص إن شاء الله في بداية شهر مارس إلى غاية شهر أفريل. إذا بعدما ننتهي، إذا كان عندي مجموعة من أو أنواع متعددة ماذا نفعل؟ نأتي بقلم وورقة هكذا ونكتب مثلا هذا النوع، محل يطلق عليه العذاري. إذا نكتب النوع هكذا، استعمل هذه الطريقة إذا كان عندي مجموعة من الأنواع حتى لا تختلط. نقوم بوضع بطاقات على كل نوع. في البطاقة نكتب اسم أو نوع العنب هكذا. إذن ثم كالعادة نأتي بقطعة من هذه الطريقة.
إذن ثم نأتي بكيس بلاستيكي أو نقوم بربطها بخيط. إذن هذه هي أقلام الزراعة. إذن الآن هذه كمية كبيرة لا يمكننا وضعها في الثلاجة، فمباشرة نقوم بردها في الأرض في مكان رطب. إذن نقوم بهذه العملية. إذن نقوم بعملية الحفر. إذا إن شاء الله في بداية الربيع نقوم بإخراج هذه الأقلام وزراعتها. هكذا كالعادة نضع قصبة حتى نعرف المكان. إذا ونقوم بعملية إذن بهذا نكون قد انتهينا. إذن فما عليكم إلا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس والضغط على جيم وترك أي سؤال، فنحن تحت خدمتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.